لسه مكملين معاكم حلقتنا، وخليني قبل ما ابدا واقول اي حاجه، احنا في الفقره دي هنكون مع حضراتكم لايف على السوشيال ميديا. اي سؤال، اي مشاركه، اي فكره، اي لقطه، احنا معاكم وهنتابع تعليقاتكم على مدار الفقره. وبنتكلم عن المسؤوليه المشتركه، تقسيم الادوار في تربيه الاولاد ما بين الاب والام. هنسمع الاسبوع ده وجهه النظر الرجالي، احنا سمعنا وجهه النظر النسائيه الاسبوع اللي فات. هنسال ضيوفنا يعني ايه توزيع ادوار، يعني مثلا بينتهي فين دور الام، يبدا منين دور الاب. هنعرف ليه رجاله كتير شايفين ادوارهم في التمويل وفي الصرف بس، ودمتم هي حلوه على كده، انت بقى شيلي الباقي. ليه بعضهم شايف ان نطاق مسؤوليه الام في التربيه اوسع؟ ازاي الراجل بيشوف فكره تقسيم الادوار دي؟ فقره جديده من صالون الستات، كلام عن توزيع الادوار في التربيه مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، استاذ حسام فاروق الكاتب الصحفي، واستاذ حسام عبد الحميد صاحب شركه، والدكتور اسامه كمال الصيدلي واستشاري العلاقات الاسريه دكتور ابراهيم خطاب. اهلا وسهلا بيكم منورين. اهلا وسهلا بيكم منورين. احنا فتحنا الاسبوع ده المسؤوليات بين الرجاله والستات، مسؤوليه الرجل ايه ومسؤوليه الست ايه، كله بيرمي المسؤوليه على التاني. احنا عايزين حد بقى يقول لها عنك يا حبيبتي انا اعمل كل حاجه، بس معلش خلينا نسمع ودايما يبقى يعني نجيب حكه من اهلها كده زي ما بيقولوا. فانتم منورينا النهارده. مبدئيا ابدا مع حضرتك استاذ حسام، شايف تقسيم المهام ازاي بين الزوجين؟ اهلا بيكم الاول. اهلا وسهلا بحضرتك. شايف انه الجواز بشكل عام بروجكت، مشروع وقائم على المشاركه، ولكن المشاركه دي فيها نسب حسب كل فيلد، يعني في جزئيه معينه نسبه الام بتزيد ونسبه الاب بتقل والعكس. زي ايه يعني؟ مثلا هقول لك، انا ربما حتى متبع ده، يعني في تربية الأبناء البنات في جزئية كبيرة على نسب، يعني عموما الأبناء عموما التربية على الأم أكتر بنسبة، النسبة تكاد تزيد في رأيي طبعا الشخصي حوالي 70%. أوكي، 70 لـ30. ممكن في الستات تقل سنة لصالح الأب، لأن فكرة وجود الأب بالأساس هي فكرة رمزية، يعني في رأيي أنا هي فكرة رمزية فيها يعني واخدة جزء من مفهوم الأمان، مفهوم السند، مفهوم أنه موجود. ولكن التربية كتنشئة، كقيم، كمعايير، أنا في رأيي برضو أنه الأم هي المنوطة بكل ده. الأب موجود، وموجود حين تحدث مشكلة، موجود برأيه، واحيانا بيبقى في فكره انه مثلا لو الام اكثر يعني نيرف، بتبقى عصبيه اكتر، ممكن الاب يتدخل او العكس. ولكن انا ارى ان المسؤوليه اساسا في فكره التربيه هي مسؤوليه ام عموما، يعني حتى في كل الادبيات ان الام، يعني احمد حافظ ابراهيم قال الام مدرسه. وبالمناسبه حافظ ابراهيم ده كان مرتبط بمامته جدا، وهو اصلا اتولد في النيل، يعني حافظ ابراهيم ده اتولد في ذهبيه، في مركب في النيل، وكانت والدته بنت خاله ام مصطفى كامل. ايوه، هو قال الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، اعددتها للجواز وبعد كده هي تشيل برضو. انت بتعدها ان هي تقوم تبقى ام صالحه. على فكره انا هقول لك الفكره، ان احنا فتحنا الحلقه عشان الناس كتير بتتعامل مع الاسره ان هو الراجل اللي بيجيب الفلوس، استاذ او الراجل هو بيجيب الفلوس وبس. دكتور حسام حضرتك، انا استاذ اتصال سياسي، انت منورنا وفوق راسنا، وحاجة احنا نتفق انا وانا شخص، يعني انا كده اتفقت معاك في جزئيه كبيره لما قلت لنا المسؤوليه في التربيه جزء كبير منها بيقع على الام. بس انا هختلف معاك في حته، في جزء صغير، واسمح لي اعرف برضو راي دكتور ابراهيم فيه، وبعدين نرجع تاني لوجهه النظر المختلفه بيننا. دكتور حسام قال ان البنت محتاجه شويه زياده الام في حياتها والولد محتاج الاب، بس انا بشوف بالعكس، ان البنت لو ما خدتش حب وحنان من الاب بتدور عليه دايما بره في علاقات ممكن تكون مبكره وخاطئه، لانه ما كانش متواجد في التربيه بالشكل اللي المفروض يكون متواجد بيه. وكذلك الولد لو ما خدش حنيه كافيه من مامته و بيقعد يدور على الحاجات دي في علاقات بره. فانا هنا ازاي نقسم المسؤوليه؟ طيب انت قلتي جزء البنت ان هي بتاخد الامان والحنيه من ابوها،
الولد بيتعلم من ابوه الرجوله. ودي اهم نقطه اعتقد انه ده اكبر خلل حاصل في المجتمع، ان الراجل ما بيقومش بدوره كراجل. فالولد الذكر بيكبر من غير ما يشوف نموذج لراجل سوي، فما بيتعلمش يعني ايه راجل. فبيكبر عنده مشاكل اللي هي بنقول عليها في المراهقه الطقوس المزيفه للرجوله. يعني يبدا يشرب سجاير، يبدا يعمل سلوكيات غلط كتير جدا، ياخد الرجوله من بره من الشخص عشان يبقى راجل. اللي هي انتقال الطفل من طفل الى رجل. فالمرحله دي في حياه الولد بتبقى مهمه جدا، واهم دور. يعني احنا بنقول انه في بدايه السن اللي هو سن الطفوله المبكره، لا الام هي المسؤوله، لانه ده وقت الام في الطفوله خالص. الولد الرعايه اللي احنا بنتكلم لغايه 5 سنين، ده دور الام. ده في علم النفس بنقول عليها دور تاثير الام. التاثير اللي بيأثر في الطفل سواء كان ذكر او انثى هو الام. بعد سن ال6 سنين اللي بيأثر هو الاب. والله اسمح لي اختلف مع حضرتك استاذ ابراهيم. يعني كتير من الرجاله اللي ربتهم واحده ست نتيجه ان هي ارمله وعاشت حياتها علشانهم، او ان هو حصل طلاق او الاب اختفى لاي سبب، بيطلعوا رجاله قوي. وانا عندي نماذج حيه على ده في حياتي شفتهم. لو الاب مش موجود، لو متوفي مثلا، فهنا الولد بيبقى عنده مفاهيم كتيره جدا انه بابا مش موجود. المشكله الكبيره بتبقى انه الاب موجود وعايش وبيشوفه، ولكنه غير مؤثر، ما بيقومش بالمهام بتاعته. وهنا كمان دايما بتوع الطب النفسي يقول لك لازم يعني شادو او فادر فيجر، الخال العم، حد يكون بديل دي زوج الام اللي بيربي من هم صغيرين وكده. الجد يعني لازم العم الخال، لازم نوجد اب بديل. اذا هي حتى لو ربت وست صالحه وكل حاجه، بتحتاج برضو هنا في فتره المراهقه زي ما دكتور حسام قال. ده حقيقي. تمام.